أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعين الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير دائما. المهم، نزلت سيرة طرقوغلو تغريدة على حسابها الخاص التويتر والإنستغرام تقول: سيكون التغيير مؤلما فليكن ربيعا. والعديد أصدقائي بدأ بمساندتها قائلين لها: بالصبر والإيمان بالله نتغلب على كل العقبات في حياتنا، ونحن دائما بجانبك في انتصاراتك ومعاركك. بارك الله فيك، حافظي على طريقك. وبصراحة أصدقائي، يتطلب التغيير الشجاعة، وأحيانا نتألم على هذا الطريق وأحيانا نتأذى، لكن في النهاية نجد أنفسنا. وأعتقد أن الأمر يستحق أن يكتمل، وإن شاء الله الربيع سيأتي، لأنه دائما بعد فصل الشتاء القاسي يأتي ربيع جميل، وسيلة دائما ربيع، وتتغلب على كل المشاكل والصعاب مع محبينها، وكل شيء سيكون على ما يرام. قد لا يكون اليوم، ولكنه في يوم من الأيام، وعندما تكون التغييرات لصالحنا فهي مؤلمة، ولكنها عادة ما تكون للأفضل. وما علينا إلا أن نقول لسيلة أن الصبر فضيلة لكل شيء في الوقت المناسب. ستأتي لحظات جميلة، لن يكون الربيع ممتع للغاية إن لم نكن نعرف الشدائد من وقت لآخر، فلن يكون الازدهار موضوع ترحيب. كما أيضا أصدقائي، سيلة أعجبت بتدوينة تقول: على الرغم من أنني شاهدت خيانة الفاتح للأميرة دوغا، إلا أنها كانت مشكلة بالنسبة لي. دع رقبتك تنقلب أيها المسيح الدجال، أنا الآن أعظم أنتين. كانت الفتاة ترتدي فستانا زهري لامع، أنت تغش بدلا من حملها معك بفخر. الرجال لا يستحقون أي شيء. وهذه التدوينة أصدقائي أشعلت الحرب، حيث العديد قال أنهم سوف يتوقفون عن دعم سيلة ومسلسلها ولن يكملوا مشاهدة السلسلة إذا دوغا سامحت فاتح ولم تطلقه. لا نريد أن تسامحه، لقد عاملها معاملة سيئة عندما كانت في أمس الحاجة إليه وخدعت لا يستحقها. وهناك من قال: لن نتوقف عن مشاهدة السلسلة حتى وإن سامحت دوغا فاتح، سوف نبقى ندعمها رغم أنها ستكون هناك خيبة أمل. وسأقول أصدقائي للمعجبين الذين يقولون إذا سامحت دوغا فاتح بأنهم ليسوا بمعجبين، لأن المشجعين الحقيقيون يدعمون سيلة في كل شيء، وأولئك الذين يزعمون أنهم معجبون ولا يدعمونها من الأشخاص الذين لا يملكون العقل. ولنكون واقعيين، هذا أولا يعني مجرد مسلسل، وهم يريدون إيصال لنا فكرة يعني أن الأشخاص المحافظون هم أيضا يرتكبون أخطاء، ولديهم أخطاء يمكن أن تكون مكلفة للغاية. وبالإضافة إلى ذلك، هم يمثلون عن الحياة الواقعية، يعني الحقيقة التي نعيشها في مجتمعنا بدون زخرفة، والجمهور يجب احترام عمل سيلة. كما أيضا هناك بعض الأشخاص يهاجمون جمهور سيلة لدرجة أنه تم توقيف حساباتهم، لأنهم يدعمون سيلة ويقولون أنهم لا يتمكنون من طي الصفحة القديمة أبدا، لأنهم مهووسون بالماضي. وللأسف هنا يتحدثون عن يعني رغم أن سيلة لم تعد في الأمانة، ولا زال الجمهور يتذكرها ويربطون اسمها باسم الأمانة. وأكيد أصدقائي أن سيلة لن تنسى أبدا، لأنها هي من صنعت الأمانة، وهي من أعطت الصدى للأمانة، وبخروجها لم يبقى للأمانة سوى الاسم. كما أيضا اليوم نانوكا تعرضت للعديد من السخرية بعد مشاهدة مشهد تعرضها للطعن أثناء محاولتها حماية يمان، وقالوا أن عشاق نانا سوكي يئسون لأنها تعرضت للطعن، لكن نانا لا يمكن أن تموت، فهي ليس لديها لحم أو أعضاء، هي كلها عظام، لذا لا مشكلة. الخنجر يثقب بين عظم وآخر من الغيرة، نعم إنها تموت بالفعل ببطء. كما قاموا بوضع فوتوشوب لها، يعني صورة لها بفستان الزواج مع ملك إنجلترا، وقالوا: هذه المرأة مليئة بنفسها، حتى لو كانت قد تزوجت من الملك تشارلز ترى نظرة فخر، إنها أفعى ومزيفة. وقالوا أنها تعتقد أنها بحصولها على يمان كأنها حصلت على خليل بهذه النظرة الفخورة.
لديها العديد من الأوهام، إنها تتخيل إنها مثيرة للشفقة لدرجة ما. واليوم كان يعني حفل زفاف نانا ويمان ترند، لأنه الكل كان يتحدث عنه ولكن بالسلبي، وهذا لا يهم، المهم أن تتصدر نانا الصدارة بالإيجابي كسيلة أكيد، وهذا مستحيل. ونزلت اليوم صديقة سيلا بيرين فيديو لسيلا وهي تمشي في الشارع قائلة المشي الليلي، وهنا أصدقائي العديد من قال أن خليل هو الشخص الذي يمشي في الأمام، وأنا لا أظن بصراحة. المهم نتمنى لها يوم سعيد. كما أيضا اليوم نتائج تقييم ليوم السبت 6 مايو لسلسلة الأمانة كان كالعادة، رغم مدح وتنزيل إعلانات لتشويق المتابعين، كانوا يظنون أن الحلقة سوف تكون كالقنبلة والكل ينتظرها، ولكن حتى حفل الزفاف لم يساعد من الرفع من التقييمات عفوا، إنهم أغبياء حقا، لا يمكنهم خداع الجمهور ولا زالوا يحتفظون بالأصفار كالعادة. واليوم أيضا المذيع الجورجي إيراقلي نزل يعني صورة على حسابه الخاص الانستغرام، وهذه الصورة هي صورة تجمعه بخليل ونانا، وقال في تدوينة أشياء عظيمة في المستقبل، وخليل أعاد نشر الصورة على حسابه الخاص الانستغرام. فصديقة نانا كالعادة علقت على الصورة قائلة لم شمل أفضل الأصدقاء، ستار ستار، حد سعيد. وهناك من قال أيضا في التعليق إن كان سيكون هناك عمل كالسابق سيجمع هذا الثنائي فسيكون فقط منحدرا والجمهور لن يشاهده وسيكون خارج التصنيف. وهناك من قال ولو يكن لديك مليون مشروع لن نشاهده لأنه سيكون مثله مثل الأمانة، يعني مثل الجزء الثالث. وأكيد أصدقائي الجمهور لن يتقبل نهائيا خليل مع نانا مرة أخرى في مشاريع جديدة، ولكن هناك أخبار تؤكد على أنه خليل لديه بالفعل مشاريع في جورجيا مع نانوكا والدولة الجورجية، قد تكون إعلانات وشيء آخر، لكنه ليس مشروع فيلم أو مسلسل. كما أيضا يوما عن يوم يزداد معجبين سيلا ويتكاثروا من جميع أنحاء العالم، وهذا لأنه عندما تكون قدوة حسنة وتكون محب لمعجبيك أنت أيضا يبدأ الكثير من الناس في متابعتك، وهي كذلك وليست بحاجة إلى شراء المتابعين كما يقول بعض الناس المهووسين، حيث وصل متابعها إلى 49,244. أصدقائي نتمنى لها دائما النجاح والتوفيق في مسيرتها المهنية، ونتمنى أيضا التوفيق لخليل إبراهيم جيهان إن شاء الله. وإلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. مع السلامة وفرجة ممتعة.